السابع من مسالك العلة الدوران. دوران أخبر الثامن من مسالك العلة الطرد، يعني هشتمين ما لمسالك العلة طرد. هرك لو بربو ما معلوم بوا كبا شبه ما نود عمانو دما حالتك لبين مناسب لبين طرد معنى واي طرد وصفك دروس لقى الحكمك آية بلا مناسبينية، يعني بس نوي حكمك بأو وصفه وما ظني تحقق حكمة حكمك نية. بالي الطرد وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة أو إجبريتية لمقارنة حكم بوصف ببي مناسبة، يعني نا مناسبة بالذات تيايا تابتة مناسبة، نا مناسبة بالتبعي تيايا تابتة شبه، كقول بعضهم وكو قول بعض مثلا لفقهاء في الخلي لباري السركوة يجنشي يجن من مائع لا تبن القنطرة على جنسه، علينا من مائعك وقعه لا تبن القنطرة على جنسه بلا من لجنسي أما قنطرة دانانري يعني برد بردي بسر وناكري حالبي، فلا تزال به النجاسة كالدهن بس يا فلا تزال به النجاسة إت النجاسة أجر نجاسة كيبي وبين نجاسة كيبي بي لا نابري، فلا تزال لا نابري به بأمخل نجاسة بوشي شنك مائع لا تبن القنطرة على جنسه كالدهن وكورون آخر رونيش نجاسة مثلا زنيك وبيتاوين رو مثلا بي سي اكي بي بشورة وكوبلي لباسي أبدن شتي نجاسة بي لا ناشي، يعني كأنما أويش أجر شلي كي توزغني كي مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، أي بخلاف الماء شنك ما فتبنى القنطرة على جنسه، يعني مثلا بناء قنطرة لسر أو شن لجن نقو أوي كتو نزافة كي بيه كي شن لسر جنسة كي قنطرة دا أن ريه حالبي كواتا أما معنى ويا بالي بو علتها أو داناني قنطرة لسري بو أوي كنز بو إزالي نجاسة لحالك هجربتكيني لقوي فتزال به النجاسة دي فبناء القنطرة مثلا لسر أو وعدموه عدم بناء قنطرة وقلسر خل يعني لسر جنسي خل وأوانا لا مناسبة فيه للحكم أصلا هيج مناسبة كتاني أبو حكم هيج بأصل نبا تبع نبا أصل، وإن كان مضطردا هرشن ديارة أو مضطردا لا نقض عليه يعني قشقيرو بس أشتاكي وانيا كبيني هالي وشياني توا مرام نقلوا مناسبة تانية منظور وياك على مضطردا يعني تمشاك جنسي أو قنطري لسر بناء أكري حالفين كابرنات واني مثلا اللي هو مورد يبيني كقنطري لسر بناء أكري هل لسر هو ما نمانوتو أو كل واحد يعني أمكانية يا أم شما متوجه يا أمشي والله بل كنت ما نسأل جنسكي قنطر بنا أكري أو. والأكثر من العلماء على رده زورين العلماء لسر رد لانتفاء المناسبة عنه شو المناسبينية قال علماؤنا علماء يموتان قياس المعنى مناسب ولقياس معنى يعني قياس قياسي شتيق أقل لسر شتيق بكين كمعقول به يعني بم معنايا حكمته كي تيابيت دي أو معنى منا حكمته، يعني مثلا ترتبي حكمك لسر وصفك ببه هو كاربي بو تحقق حكمة حكمك أو قياس المعنى أو مناسبة يعني أو شاكة أو أكره يا مناسب يعني وصفي مناسب يعني قياس الأسر وصفي مناسب بوشي اللي أها ولينا أماك على مناسب يعني شاكة مثلا قنجاو شتيكي باشا نقبة معنا أو مناسبة كي خلو معنا بو لاشتماله على الوصف المناسب لبرويك مشتملة بس الوصف مناسب ده أشتواني بلي هل أم قياس المعنى بيرن قياسي مناسب لبرويك مشتمل بس الوصف مناسبة وقياس الشبهي تقريب قياسي شبهيش تقريب وكوبلين نزيك خسنوي مطلبك يا لمناسب لقياس المعنى
أو أما وقياس الترضي تحكم، تحكم يعني زور ملي باشا ما دام كابو فلا يفيد، فاز مفيد قياس الترضي. وقيل نا إن قارنه أي قارن الحكم الوصف فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية. بقسي أو قيل عليه لكاتك داك ترد مترحة أجر حكمك مقارن وصف به لكوا لجق لو صورتيك لبين مستدل معترزا مورد نزاعا أو مفيد علية بو أو صورتيش. يعني مثلا شندان صورتي هيا بلام لها مو صورتك عني ترى حكمك مقارنة لقى الوصفك لا كانت اللمسور ما دام لو عني ترى مقارنة لقى الوصفك لا دي أظن بوشي لها مو صورتك مقارنة لقى الياك أم صورتي شا أم صورة النزاعة هر آلو جنسية كأو وصفة لقى دانة داني أو جنسها مقارنة بوشي لقى ما مقارنة بي فاز مفيد علية فيفيد الحكم في صورة النزاع فزوكات مفيد حكمك جبل صورة نزاعك جدا. يعني أما قسي أو قيله وعليه الإمام الرازي وكثير من العلماء وأأم قول الإمام رازيش قبولية يزورك ترج لعلماء. وقيل تكفي المقارنة في صورة واحدة لإفادة العلية وأو قيل جهتوتي مقارنة كافية نق فيما عدا الصورة فيما عدا صورة النزاع آخر ما عدا صورة النزاع يعني لهم مو صورة كان ولي أم قيل عليه مقارنة كافية تناند ليك صورة شابية كافية. يعني أجر مستدل بيسلميني كل مثلا ليك يقل صورة كاني هاو شيوي صورة نزاعك ليك هاو شيوي دا مقارنة هي كافية بو علية لإفادة العلية أو بو إفادة العلية كافية فاز مفيد حكمك أبي. وقال الكرخي يفيد الطرد المناظرة دون الناظري بلان إمام كرخي فرميتي طرد لقال مناظر دايا مفيد فائده هي بو مناظر يعني أو كسيك معترز لبرابر عويسه بو مدافع يعني مدافع لمذهب إمامكي يعني كسيك قركيتي دفاع لمذهب إمامكي خويك بو أو مفيدة أزاني شو أنا مثلا إمامك أو حكمك داوة أمش هالشي قراوة هالشي بوان فيانا بوا طردي بيني وتوا ودي بام طردة أو كاري كردوا ساكا وبو أمنا بولي دون الناظر لنفسه. أما بو أو كسك ناظر بو خويتي بوكو مجتهد بوكو خدي مجتهدك بو أو مفيد نابي بولي أن الأول في مقام الدفع شون كأول كمناظر لمقام دفعك دفاع لمزيب إمامك خويك ولي والثانية في مقام الإثبات. أما دومك كناظر لنفسه لمقام إثبات دايا مقام إثبات توشتي ثابت كي لقل أودا دفاع كي لبرابر إشتكي ثابتا فرخيان هي. التاسع نوهمين من مسالك العلة لمسالك العلة تنقيح المناط تنقيح المناط يعني بالاو تكردني يا هل بجاردني وصف لنا وصف كان بو عليت ديارة أما هروكو أووايا وكو سبر تقسيم وايا للروالتا برام لسبر تقسيم حصري أوصاف بو ليرا حصفي أوصاف ناكين بلكو دانيك هل أبجيرين لنا وهمو وصف كان ببيئة ويك حصر ما نكرد بيه أمر دينين بزانين آخو أم وصفة شرائط عليتي تيايات يعني دانيك أو هرب جاني أما بكارنها أجين دانية الديني أو بكارنها أجين دانية الديني هرشن للروالة لعمليات حروك وصبر وتقسيم اللي ديته وبلام جيوازي لسر صبر لقال صبر وتقسيمها هيا كحصر اللي ردا موردي نزرنية باليك عليه تنقيح المناتشي وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل على التعليل بوصف باشا أها أويا كنصك كنصك ظاهرة نقطعي باشا دلالة بلسر تعليل بوصفه يعني أو نص ظاهرة لسر تعليل بوصفك يعني مثلا براجحية تعليل بوصفك أسلميني باشا
جاء وقته وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد دواي أو خصوصي أو وصفة لاعتبار ساقط كريبة اجتهاد ويناط الحكم بالأعمي وحكمك ببسريتوا بشتيك بوصفك عامتر لا أو وصفة به أخذ نتفاشاك نصك ظاهرة ظاهر لبرابري نصايا أما أم نص من ذو دقي شرعية وق آيد وق حديث ولأما وكلنا وشارعية أمر ظاهريك دل أو أقياني مثلا أخر إما اللي فيه شاوتمان لنص شرعية كان هي وهي نص لسر تعليل يعني احتمال غير تعليل هل ناقري هي واش هيك احتمال غير تعليل شي هي وكلا مثلا أو لام كبو تعليلا بلين نسيكي شرعي لي لامي كردو بو تعليل هل قريبو عاقبة جبه جائسة كانه نصيق هيا كأمنصة ظاهرة لسرشي ظاهرة نقنص لسر تعليل بوصف بوصفك أو ظاهرة نواقيني كأم وصف علد به بلا دوائي وهمان وصف خصوصيتي خوي يعني خصوصيتي أو وصفة لاعتبار ساقط كري خصوصيتي خوي لنزلي بلا أم وصفة بو علد أبي بلام لبر تايبد مندي خوينيا أم وصفة لقل أوصافي ترى مندريج لجير كليك شاكا آخر هر مثلا هر مجموعة هر مثلا أفراد كمندريج لجير كليك بچي ليك جيابنو بخصوصية قليك هاي أنا مثلا إنسان وفرس وبقر وغنم وأمانة بچي لحيوان جيابنو هل يقبل تايبد من دي خوي بس إنسان فصلك هي فرس فصلك هي غنم فصلك هي هل يقبل فصلانا جاء بيته ولا شيء جاء ابنه لا يكتري لا جاء وقتي أمجني جاء بس هو كبيني تو مثلا لإنسان خصوصيتك كبريتيا لا ناطق ولا كارخي حيوانيتك بمينته تجي ليه يا شائمة وصفك معن هي نصيك من هيا كبظاهر دلالة أكا لسر تعليل بوصفه يعني ظاهرة لو داك أم وصف علته نصك برام دواي وكتي أفكرين تايبد من دي أو وصفة كنصك بو علية بأي ما معرفي كردوا تايبد من دي كي لا أبين باشا كتايبد من دي كمان لا برد أمر اعتبار بشي أكري بأعمك أكري يعني بكليك كأم وصفة يكيك لأفرادي أو بيرا ترقيع المناط شاكا ويناط الحكم بالعامي أو يكون أو حالته أو يكون أوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها ويناط الحكم بالباقي ويناط بالباقي باشا عليان مثلا تنقيح المناط أويا كومل أوصاف موجودة لمحلنة حصر الكردبية بوينيه بس أبرو تقسيم موجودة جاء أم جارة بعضي كان حذف كري لأوصاف الاعتيال باجتهاد وحكمك بالكيندري بووك دواء حصفك أمينيته دروز وك سبرو تقسيم مثلا ولد يارة لقل سبرو تقسيم فرقك أويا كأم حصرك تيانيم وحاصله حاصل برهمك أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين يعني تنقيح المناط اجتهاد لحذف لتعيين يعني مثلا لحذف كردني أو وصفي كنشيا وبو عليات ودابين كردنو دياري كردني أو وصفي كشيا وبو عليات ويمثل لذلك ومثال جدريته وأما مورد بشي بحديث الصحيحين بو حديثيك لصحيحين الروايات بو في الإفطار في المواقعة في نهار رمضان لجماع نهار رمضان كخندو معنا لوبر فإن أبا حنيفة ومالكا أو دوانا حذفا خصوصها خصوصي مواقعيا حذف كردوا عن الاعتبار باشا لا اعتبار آخر مواقع
يكيك لو شتانيك هتكي حرمتي بيكري هاتي كل حرمة يعني او كل يكدابني دي خب ام جارة هاتي كل حرمة افطار شرب اكل اما نقشتي هاتي كل حرمة حالبين اسا مثلا مذهب الشافعية دين شيا كان دين مواقعك اكن بعلد وكفارك بلام خصوص اخر مواقع يكيك لهاتي كل حرمة كان تايبد من ديكي هيا كديار اخوي او تايبد من دي ام مثلا لقل اكل وشرب او انا جاي اكاتو وقتي كيمتي فكرين فرقي اما خين لقل اكل وشرب وايا او تايبد من دي كمواقع هيتي كمثلا كوبونه ويا لقل جن كوبونه ويا لقل جنا او تايبد من دي لابا بيبجر هاتي كل حرمك بلين مثلا اويك بلين روج وكي اويك كفاركي واجب كردوا هاتي كل حرمية ربا مواقعي ربا خم مواقع فرديك لأفرادي هاتي كل حرمة هاي سمو تواجبوين اها جاه ابو حنيفة ومالك خصوصيتي مواقعك لنظر ناقرن ولئما كشافعي مذهبين خصوصيتي مواقع كمان لنزل قلتوا مثلا نشوين بو أعمك وأنا طل كفارة بمطلق الإفطار باشا وكفارة كيان بستوا توب مطلق إفطار يعني بهاتي كل حرمة جائسة إفطارك بجيم آخر نية خو أقر كابرا مواقع كربي أم كابرا إفطاري كردو إفطار بمواقع إفطار بأكل إفطار بشرب متواجبين تازه اوي كمنو تو مهاتي كل حرمه لا افطارش بعلاتره چك لوانيه كسك افطار نك او بجوري كي تربي حرمتي بالروج وقتك ولي ابويا افطارك يوتو چونك اما هدف مع لوياك اوي كفيا ابي لترفا روجوكي باطل اكاتو ديك واتا افطار بشي كردوا او افطار بمواقعي كردوا بلا ايما خصوصيتي ام روجوشكينا كإفطار بمواقعية خصوصيتك كمواقعية معتبرة بلان بلاي أوانا وعلين كاكا هر إفطار بوا كافية شنك هدف لوك أو كفارة داعني نسري لبروي هتكي حرمتي الرمزاني كردوا كسيكش كأكل وشربك أو جهل هتكي حرمتك كردوا كاركي هاتي كل حرمي أنجام داها وكوشي كما حذف الشافعي أوليوا يعني إيمكا اعتنا من كرده بخصوصي وصفك او ان خصوصي وصفك ان لنزل قرتوا نصك ككابراوتي واقعت اهلي خيرات پیغمبر بدو افرمي اعتق رقبتا ظاهر نصك دلالك على التعليل بوصف يعني لسنوا ام حكمي كفاره يا معلله بوصف مواقعه دي ام جاره حنف يكانو مالك يكان يا خدي أبو حنيفة وخدي إمام مالك خصوصي أو وصفي كإفطار بمواقعية أو يلا بردو خصك كخدي مواقعية لاعتبار ساقتك رو باجتهاد وحكمك بسوته بأعم كأبيت مطلق إفطار حالبين أو مثال بو أو أوليا يعني. أما كما حذف الشافعي وغيرها من أوصاف المحلي هروكو شافعي جهاتو لو أخوتي أو يكون أوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها ويناط بالباقي يعني ويناط الحكم بالباقي أما يكوا شافعي كرديتي أي كابا مثال بو أو بشي دوايكي على هروكو شافعي حذف كردوا غير مواقعة لأوصاف محل يعني أو محل بلاي محل هر وصفه كيبوها محل يعني رداوكا ككون الواطئ اعرابيا او هيك كلا وصف هاي المحل واطئ مس اعرابي وبويا مثلا او حكم كلاوة يا موطوءه وكون الموطوءه زوجه موطوءه كجني خوي ومثلا كبر ابوي هي بيجي شن موطوءه كجني خوي بوا هات وقت عندي كبرا هنا بي متهمه كريبه بي صبري كاك خو جني خوي ولا دسي درناعشو مثلا لا بيختات الشو حالوي ولا لو باري تلو توجيهي هيا قرداني حرامي بوها الكوتوية شاكا مقصيك لي دا
يعني حرامي بو هالكوتو امانه بيجين هلو كاتبو هالكوتو بلا بلا وشو ولا ديارة او وصفه ساقطه لا اعتبار حاربي هاش نوتني او باجنيه بلا ديارة اگر او نزل بيابي بلين بوي حدي لسرا چونك موتو اكا زوجي خويتي خو ام زوجي لدسي در نشو باب الروج لاقي نكردايا وبيخستايا تشو بلا بريك تقريبا تخفاف تدري ديايا شاكا او اخنا خو اگر جاريه جبه بازم او تعليلي وامن كردي ما جا خوي خويتي لدسي در نشو باشو ما قبل شو لا ترتيج نغيبو ناكر شاكا يا وكون الوطء في القبول باشا مثلا وطء لا قبول بلين بويا مثلا كفاري لسرا وطء كي لا قبول ويا كواتا اگر اوتي بما اگر وطء كي لا دبور بوايه شاكا مثلا كفاري ندهات سر على ام وصفانا كام واطء اعرابي موتو الزوجوية وطء لا قبول امانيه امام شافعي حذف كردي على اعتبار واناط الكفاره بها وكفاري بستوة وبمواقعك يعني مواقعة في نهار رمضان أما تواب جاء معمولا شن إصطلاحك أصوليها ناويا بيكو لنزيك يكو مترح كرين باشا يكيق لوانا أو تنقيح المناط بو كوتمان يكي تريان تحقيق المناط يكي تريان تخريج المناط كتخريج المناط من لو برباس كد لباسي صبر وتقسيمة فوتمان استخراج مناسبة بيالين تخريج المنات يعني استخراج مناسبة يعني استخراج وصف مناسب ك بحث من اللباسي مناسبة كبحث وتمان إخالة أها صفحة دو صفحة فتاوسي كلواوتي ويسمى استخراجها تخريج المناطي يعني استخراج مناسبة بأن يستخرج الوصف المناسب ناو بردو كريبة تخريج المناط أو شيء ولئي سكاني أو بتحقيق المناطيش أعشناب إن كخوي يكيك لمسالك العلة بلام لوي أو تخريج المناطة خوي يكيك نبو لمسالك العلة بلكو مسلكك الصبر وتقسيم بو حالبي لصبر وتقسيم ما أقرائن يعني بوسيلي صبر وتقسيم وصف بدز هاوردن وصف مناسب بدز هاوردن بيوتري تخريج مناد يعني كواتا آوا بلين استنباطة مستنبطة يعني بوسيلي صبر وتقسيم وصف بدز بيني وبيكي بعيلة يعني بدز هاوردني وصف مناسب بوسيلي مسلكي صبر وتقسيم بيلانشي تخريج المناط أو أي تحقيق المناط شيء أما تحقيق المناطي فإثبات العلة في آحاد صورها باشا أويا كتو بس تحقيق المناط يعني جيجير كردني علة لآحاد صور ده مثلا شيء بعام كراوة بعيلة بس هسه سرقة بعام كراوة بعيلة بو برينوي دست باشا خب سرقة نوعي زورة ديانو صداد جورد زيتي أكري شاكا إما مثلا جوري دزيتي أكا بشيوية كيوايا لواني مجتهد لو كاتانا دابو يبلي أم صورتا شاكا أم نوعا كا إما بدزيتي أزانين حربي أو سرقة نيكا ببيبع إلا بوبرين ويدس بلان بلرقي تحقيق المناطة أقل للردي في دزيت يابي مثلا مناطك جيجيركي مناط يعني علتك جيجيري أكي وسابتي أكي لو صورة ذاك موردي نزاع قرار أقري حالبي كواتا تحقيق المناط إثبات علته لأحد صوري أو علته دا لأحد صورة ثانية كتحقيق أن النباشة نباش كيا وهو من ينبش القبور ويك قبر أداته ويأخذ الأكفان كفن كانت زي تحقيق كنباش سارقة
جاء تحقيق كين كلو كان باش سارقة بشي بأنه بشي مثلا لو ظلني أبين كسارقة بأنه وجد منه أخذ المال خفية بوي كاك سارقش هل قرتني مال بخفية بنهني لو ديتراوا يعني لو مشاهدة كراوا تأوي كردوا ليه ويدس كوتوا هو كوه سرقة كأخذ المال خفية سرقة دي فيقطع أبدس ببرضي توا أو نباششة خلافا للحنفية ببيت شواني بيرو راي حنفية كان أولا زي اللي شوية أو شو شكل سرقانها علامة بعض ظاهرين شوين ليري مثلا خاتمة فلا يقطع عندهم لعدم وجود ال بعض بلاي أوانو ممكن أولا سر خاتمة آخر آخرتي لسه خاتمة تون قد أينها خاتمة لا وصل دليلة بعض ود ورانو بالا جاء وتوتي شي بخوين رو اي فلا يقطع عندهم لعدم وجود بالا بالا لعدم وجود خوف وثاني هو رنق آن خوفي شان بشر قلت به يعني وقت كابرا مساء شهر السر وقبرانا بلين قبر أداء كابرا شي بودزي أبي ترسي أول شي ببه أبي حرز به وثاني حرز نيا أساس نيا يكيق لشرائط دزيكا تنها أولاني أخذ المال خفية أبي أخذ المال خفية من حرزه قبريان بعنوان حرز حصاونا كردو أو تيانا أو پارێزەرنی ئەبووی جا کەواتە بەڵێ لەسەر لەسەر خاتیمەکە وەیەوە وی تۆ ڕاستی بەڵێ بەڵێ فەلا یوقتع عندهم لعدم وجود الحرز لەبەرەوە مەسەلەن حرز نیە لە حاڵەکە وتیانە خێرەوە بۆ حرزی ژەبێ ئەوی بەڵێ وە تەخریج کەواتە ئابەوە نیە ئەوان لە دزیەتی دەری ئەکەن ولخب أو تحقيق المناطة سبع سبيه كمثلا أو بشيت الريزي دزيتي أو ولا ديارة أو إيش خوي شن كنوع اجتهادة بعزم برهما كي هر أبيت جوازي شن كسليقها مكسي وقوي جوانية أو تحنا في كان أو شغلة من تحقيق تحقيق المناطة مكردوها كمثلا في موايا أو أبو علي يدنا مثلا نباش بدز حسا وناكري أو دزي كدسي ببرناوة العاشر بله وتخريجه أي تخريج المناطي مرة في مبحث المناسبة أي لوروي أي باشا أقروي ولي باسي كدوه تعزبوا لي رتك لكدو الله وقرن بين ثلاثة يعني مصنف كعادة الجدليين مثلا وأنا كعاد جدلين يعني آداب مناظرة هيا آخر لواء مثلا جدلية كان أو أنا كلاقية كان مناظرة كانوا قصة كانوا أمانة شتكان وشتاني كمناسب من كل بنايك ذكريانا كان سيكيك لو شتاني كذكريا كان تحقيق المناط تنقيح المناط تحقيق المناط تخرج المناط لبنايك ذكريا كان أمش عادتي أواني لنزل قلتوا العاشر يعني ديامين وآخرين لو هو يكلم كتابة باسكري من مسالك العلة إلغاء الفارقي أويا رنگ فارق یک مطرح کری لبین دو شیئا بلام اما او فارق لغو کینوا بی ان یبین عدم تأثیره بجوری کیوا ناکارابون ناکارابونی او فارق بیان کری بلی امی کتو با فارقی ابینی ناکارایا تأثیری نیه با جیاوازی ام دوشتلیکو جامعه کی من بداب عرضه وانیم أوقت فيثبت الحكم أوقت أجر أم بيان كراك أمنا كارايا أمر حكمك ثابت كريا يا فيثبت ثابت ببي حكمك ديلي ما اشترك فيه لبر خاتري جامعك لبر أويك مثلا دو شيئك تيايا شريك أول شيء بخوانا دي ك
كالأمة أو في المثال كالسراية كالسراية بالي حكمك وكو السرايات السرايات لشيا في المثال لو مثالك هنا وتقول دعاء يا أخواني توا جاء لشي للرقبة الرقبة كهمان بلين عبدا لما اشترك فيه وكوشي كإلحاق الأمة بالعبد في السراية وكو إلحاق أمة بعبد للسراية ده السراية لكرينا كرينو فروشتن مثلا تو عبدك هيا قركت النيوي عبدك الآزاد كي إسابة هرشي بيا ناچاري مثلا نيوي بفروش يا هرشي نيوي بمين يتو بوخوتو مثلا وافرسك نيوي أو عبد فروشي بمن نيوي بولي عبدك لمن أمر عبدك الشريكي منو توبه لبين معنا بلام شرعي يقرق أن يتبرد على يا مي فروشة يا أقر نيوكي أفروشي أشياء نيوكي تريشي بالي مساء أقر نيوي عبدك بلين لما لكي تو خارج وأشياء نيوكي تريشي أزادكي لسرته متواجبين آوة تانية أقر موسير بي أقر دولة من بي ولا أقر دستن بي أو أميرة الأخوة ذات مشاكة أها أزاد بوني نيوي عبدك سرايتي كردوة شاكا بو أزاد بوني أوي تري أها متواجبين ريبا يا كردوة يعني أزاد بوني نيوي باشا قيوة أزاد بوني نيوي كي تريش جاء لي أو موضوع حديثة كي كيسي خوينو لباري عبدو هيا خوب الله عبدو جارية هيش فرق كيانية مثلا عبدو فارغ بذكورة عبدو جارية بذكورة أنوثة فرق يعني هيا دي أمجار المجتهد دي شيكا إلغاي فارق أكا يعني أو أنوثة ذكورة لواد خالت يعني فرقي بيني أو دوانا ناخد حالي بوين وقتك أوي له كردوا باشا أوي له كردوا أمر جامعة كيان كهردو كان جامع لبيني أنا شيء بيني جارية وبيني عبد الرهنة رقيته هل كان رقيق دي أمجا أو جامعك يا وما اشترك فيه هي حكمك كسرايته لجارية لجارية شا ثابت دبي شاكا لما في دي لما اشترك فيه لبر جامعك أو جامعك شيء رقيت مو مثلا أيوة أو كأو سرايته الثابت بحديث صحيحين من اعتق شركا له في عبد اگر كسي ازادك بشيك بو او كلا عبدك هايتي فكان له مال يبلغ ثمن العبد واو بياوا مال سروتك بو كاجيب قيمه عبدك يعني قيمه عبدك تو اكرد قويم عليه قيمه عدل باشا لسل او بياوا مالك او شتيك هايتي باشا قيمة جزءنا عبدك عبدك قويم عليه حالبي بقيمتك عادلانا لسري قيمة جزاري أكري أم عبد أغا أو نه جا شركناك لازم ناك نيوي بي يكسو مي بي يكششو مي بي أو وقتا فأعطي شركاؤه حصصهم أم جا شركا كاني أو باشا كاني خويان بي أدري وعتق عليه العبد أزاني أما شونا آواه نك والله عبدك هي خوي بنيوي أزادك مثلا من تو شريكي لعبدك إنسان من هرشان يسهمي خوان ببيليوا قرك ما أسهمي خوان أزادك باشا أقر دولة من بم شرح حكم ليك على كاكا قيمتي عادلاني أم عبد أم هي تو كباشا كفوت أزادك يكسر بيسي نو أزادك فولا قيبلا دي تو كشريكي مني مثلا ممكن أسيا شوار شريك بين همو شريكة كانيتر همو يان حصصي خوان أدريتي سهم كان اللي مالي من مثلا من إيش بشرك خوهم كخلال بو أزاديك دي وسر عبدك أزادوي جالي واشرع أو حكمي بو من هيا أو حكم مليئك يا ميكرا يا أو بشي خوش أو جزء أزاد مكا يا أقر قرار أزاديك أبي أوابك وأمجار زور لشركة كانش مكا علي أشي بشرك خوتان بفروشن بي حالي بوين أها يعني أشي أوش دزل عبدك هلقن وي عبدك أزاد ببي أما لشتك أجا من دولة من ببم يعني شرع مال بمنه شق بريك من أو عبد بسينم أين أجر مالي بمنه شق نبر هرب شقي خو ما زاد بيت ماشي
بله هذا والا فقد عتق عليه ما عتق والا اجر دوله من النبي يعني مثلا مثلا ليس له مال يبلغ ثمن العبد باشا مالي هر نبي يا بيبي وبلا نقات الثمن عبدك او لو سوره تدا فقد عتق عليه ازاد ابي عليه ام معتق شيء ما عتق اويك ازاد بوه كبشك اخوتي فالفارق بين الامه والعبد الانوثه اويك جاوازي داني لبين امه وعبد انوثتك لامتك داهيو كلا ديال العبدك جاز ذكورتها ولا تاثير لها في منع السرايه هيج تاثيرك بو انوثدنيه لو ذاك جلو جيري لا سرايه بك فتثبت السرايه فيها بس سرايه ثابت دبي باشا لا جاريه جدا كتاج هنا ب لامتيشا جاري ابي لما شاركت فيه العبد لبر او شتيك امتك شركاتي كردوا لو اشتا شركاتي عبدك يتي كردوا كاوج رقيته ك مساها كان رقيقا وهو يا رقيته يا ايست وبيج مثلا رقبه هذوك وهو اي الغاء الفارق الغاء الفارق والدوران والطرد امسيانا على القول به لسر قول بتردك قبل ان تردك من قبوله ترجع ثلاثتها هرسك يا نقر الى ضرب شبه بولاي قسم يقل شبه بس الشبه كان ضربيها اقرر بولاي ضرب يقل شبه بوشي اذ تحصل الظن في الجمله باشا شنك او هرسك يعني هرسك يعني امانه ظن حاصل أكن في الجملة يعني في بعض الأحوال نكل الأحوال لبعزق الأحوال باعس بنك مثلا مفيد ظن دي جارة حكمش بظن أكريد لا مطلقة نقل كل أحوال دي أم جارة ولا تعين جهة المصلحة ظن دروس أكن ظن بجهة مصلحة أما جهة مصلحة يارين أكن كما جهة المصلحة كما مصلحة المقصودة من شرع الحكم جهتي أو مصلحتك مصلحتك مقصودة لشرع حكمك يعني بويا حكمك مشروع كرياوة بغي لبر خاتري أو مصلحة بو يعني بويا مصلحة بيت دي وشي لي أنها شنك أم جهتي مصلحتي لا تدرك بواحد منها بيك يقلوانا قابل درقنية باشا يو كبلي بهيش كان بقلوانا قابلي درقنية كواتا تعيناك أما زن حاصل أكا بوك الرنق جهتي مصلحتك أو به ديك زن حاصل أكا بس قسمك لأقسام شبه أما أوش علي هرسيك يعني مثلا تو أم إلغاء الفارق والدوران وطرد هرسيك يعني لشوينك أقر سابد بون حالبين كواتا أما نوعك لشبه وكبليك مناسبك بالتبع بهرث كانوا ابن بمناسبك بالتبع دي مناسب بالتبع ومناسب اصلينيه بلكو مناسب بالتبع ظن حاصل اكا ب مثلا بجهتي مصلحه يعني لا يعني مصلحتك مظنونك ابو من بلام دياريناك يعني اواجينك مثلا مصلحتك كيايه بلام نعليك مصلحتك كاميه جهتي مصلحتك معينك ولا مناسبة وانية أما مناسبة يعني أو يكوى مناسبة بالذات قبل الباس مالية كردوها أو دس أن يتصل مصلحتك باشا أما توابو خاتمة أم خاتمة لشي باسك في نفي مسلكين ضعيفين بحسك على نفي لا بردني دو مسلك زعيف كليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده دليل عليته على الأصح فيهما مسلكي كم أو شايد أم قصدت له مثلا تأتي قياس بعلة وصفه يعني شنك مثلا قياسك بعلة بون وصفك سري قرتوها أو قياس سري قلتوها بعلة بوني فلان وصف
أو وصفة بس أو وصفة علته يا مثلا أو وصفة مناسبة شاكا أو أو يان بيجين كاكا عجز لإفسادكي مثلا معترض وصفك هناوة مستدل نيتواني أو وصفة إفسادك يعني بيبات دعوة لايبة بس عجز لإفسادك دليل علت بوني وصفك يا مثلا كابرا واضح ألي أم دواني كان معتبرني أو ويألي أو دو مسلك ضعيفة كتأتي قياس بعلة وصفة وعجز لإفساد وصفة خوي أما دليل علة بوني أو وصفني على الأصح فيهما نصر أصح لهدو كان وقيل نعم فيهما وتلاوى بل علة تيايا أما الأول يعني أبيت الدليل وعليات أما أولك فلأن القياس مأمور به أهم سا قياسك كرابع علة وصفة ألي بويا كان ألي مليوا تأتي قياس بعلة وصفة دليلة لسر علية أو وصفة شنك قياس خوي مأمور به بقول الله تعالى كفرمية فاعتبروا وعلى تقدير علية الوصف ولسر أوش كئيما أو وصفة كين بعلة يخرج بقياس عن عهدة الأمر حالبي فايدة كي أويا أقر إيما وايدان أم وصف علة خارج أبي بقياس كردني يعني بأنجام قياسك يعني بقياس كردن لسر بيوري أو وصفة بل الرزقان بيلتي لعهد أمر يعني وقبل امتسال أمرك إخوائي كردوا وكاد كواتا أقر أو بعنوان علة دانين امتسال أمر إلهي بيأكره فيكون الوصف علة فاز وصفك علة أما وأجيبك أكيا بأنه إنما تتعين عليته لو لم يخرج عن عهدة الأمر بغيره إلا بقياسه ماشا ألين كاكيا وقت أو توالي أو وقت علية أو وصفة دياري أبي وهر أو علة أجر أم بل كابرايك وقياسك أكا قائس اسم فاعل لك أجر وقت قائسك لأه عهدي أمر نشي تدرو إلا بقياس لسر أساسي أو وصفة نبي أكريا مثلا قياسك أو وصفيك حالي حازل لقياسك أبو بعلة أو نبي إلا تتريبو دوزيتو مثلا هر كام يكتولو مثلا لك قياسي تياك أي سنية فرضا إيما هر خمر نبيس كقياسي كي نسل خمر تو إسكار نكرا بعلة أو بلي ولا أما دليلي إلا تبوني إسكار شيا بيجي ولا قياس لسر أساسي أو هاتو أعوانا ببعلة حالبي أها جاء مجال عليك هكا أكراج قال إسكار وصفك تربيت أقبل ولا وبعهد إلا عهد أمرك خارج بو وليس كذلك واجني وأما ثاني أما دومك كوتي أبي مثلا عجز لإفساد وتدي كاكا جان فكما في المعجزة وقل معجزة دا مثلا بيغمبريك معجزيك واندو درودي خوالي سربين خلقك تلا برابر يعني أنتواني بيوسن فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها يعني بويا أو معجزة دلت لك على صدق في غنبرك شن كتر في مقابل عاجزة دسوسانة لمعارضة ديلي رشا كمستدل دسوسانة لمعارضة وصفك معترضة نابتي فزوك معجزة كدلالة لصدق رسولك هكا باعتبار عجز ترفك أبي أمش باعتبار عجز مستدل دلالتك على سرع اللدبوني عليك هكا وأجيب بالفرق فرق لبين معجزة ولبين وصف فإن العجز هناك من الخلق عجزك لو بواردا لخلق برابر بيغنبرك ولو هنا من الخصم لترفك كالقلطة درقيرة كأم مثلا أم خصمك عاجز بو أو خلق أجمعين عاجز بو ولي أم تنيا كسيق عاجز بو تو شو أنا ملا برابر إواحة ساوك حربي بس اعتبارنا كريم وفق إن شاء الله.